السلام، معكم دريس لاوي، مؤسس ديال ويل اوف بوز. ويل اوف بوز هو اليوم اكبر موقع ديال لي جون في المغرب. كل نهار كنوصلوا اكثر من 2 مليون ديال لي فيزيتور. بديت ويل اوف بوز فاش كنت في عمري 17 عام. بديت ويل اوف بوز من والو. هاد لوديتوريوم اللي كتشوفوه كيمثل بالنسبه ليا اول فيكتوار ديالي. غادي نفصل لكم علاش، ولكن قبل غادي نقول لكم كيفاش بدا ويل اوف بوز. هاد الفوتو اللي كتشوفوا تخاد فاش كنت في عمري 15 عام. كنت كنلعب بزاف لي جو فيديو، كنت كنلعب واحد لو جو بلوس سبيسيالمون سميتو دوفوس. كنت كنلعب فريمون طول طون، كنت كندخل مع 6 العشيه، كنلعب من 6 حتى 12 الليل. كان عندي الغافي كنلعب من 3 الصباح حتى 6 الصباح، وكندير مسي كنت نعس وزعما عاد فيقوني لي بارون ديالي. كنت باغي نكون بارمي لي بروميي في لو جو، غير المشكله اللي كانت عندي القرايه. دونك شنو درت واحد لو سيت اللي كنعيطو له سيت دو فيشينغ، اللي كيشبه اكزاكتومون بحال لو سيت ديال لو جو، غير هو ماشي لو سيت ديال لو جو. اون فوا كتدخل وكدير لو نون جيتاتور ديالك و لو مود باس ديالك، كيجيو لعندي اي جو بو لي ريكوبيري. وكنت كندخل وكناخد الفلوس غير في لو جو، ماشي غير الفلوس اللي عندك و لي زيليمون كاملين اللي عندك. بقيت بحال هكا حتى جمعت بزاف ديال الفلوس غير في لو جو. حتى لواحد النهار تلاقيت واحد البنت، عطاتني المود باس ديالها، قلت هاد البنت ما غنبيغاتيهاش. بقات كنلعب بالبيرسوناج ديالها و كنطلع لها في لي نيفو. طلبتني على المود باس ديالي، عطيتو لها. جوبونس مشيت نعست، رجعت لو لوندوما ما لقيت والو. سا بو باغيتر ان بو بيت، ولا شحال من واحد يقد يقول هذا سي جوست ان جو، ولكن انا في ديك لو مومون دو ما في كان بالنسبه ليا هو كلشي. وفي لو مومون اللي وصلت لو ماكسيموم مشى لي كلشي. دونك كانت بالنسبه ليا اول صدمه، و سي لاك جو مسيو ريبري اون مان. وبديت كنصاوب دي سيت انترنيت وكنبيعهم، اي سي كوم سا كو جي بو افوار مي بروميي كليون. اي سي ان بو كوم سا كو ليستوار دو ويل اوف بوز بدات. كبرت في أسرة متواضعة عادية، الحمد لله ما عمرها ما كانت خصنا شي حاجة. بابا كان مرشد سياحي وماما كانت فام فوايي. ولكن وديبي ما كانش عندي الإمكانيات باش ندير أخوين ولا نمشي نقرا على برا. لي بارون ديالي كان بحال بزاف ديال لي بارون كيبغيو يحيدوا من عندهم باش يعطيوك. وانا جو مغابيل فاش كنت صغير كانوا لي بارون فريمون كيتقاتلوا باش نقراو مزيان. وكان مومون كي مافي ماركي، كنت كنقرا في الكوليج وكان جانا البروفيزور وكنا مازال ما خلصناش المدرسه، وكان قال لي انا اختي راه باباكم مازال ما خلص. وانا بحال ما رضيتش، كان خصني اول حاجه كنت عارف بابا يسو باتي بونو بور باي ليكول، وعاد نمشي عنده ونقول له راك تعطلتي في الخلاص. دونك بحال ما رضيتش، وديك الوقيته جو مسوي دي جو بلو ريان دوموندي، جو في بدا ترافاي افوار كلك شوز ليا. Et je vais demander le minimum jusqu'à ne rien demander. Et je pense que l'objectif de ce projet c'était que n'aouel la rasi, n'khfefale mes parents, rebach ykoun mertahin ktar. J'ai fait le bac, tqbelt fi jama3at el akhawin, mais je n'avais pas forcément les moyens. Heureusement, j'ai obtenu hadi el 50%. Et le 50% li bqat, khdit crédit ma3at el banka, li bezan kenkhlsou tal daba. Had l'auditorium li ktchoufou, jit l'awwel marra fash kansou amri 18 3am, kan ja le président de l'université el akhawin, kirhab bina, jiqoul welcome to el akhawin students. وانا ديك الساعات كنت تري تري فيغ، تنقول واو راني دخلت لونيفرسيتي لا خاوين. كانت ماما فرحانه بزاف، لي بارون ديالي، اي كان هذا هو اول انجاز ديالي. وديك الساعات فهمت فاش كتخدم على شي حاجه كتوصل لها. خدمت بزاف، كنت مازال عاقل في لا شومبر ديال لونيفرسيتي اللي كنت فيها، كنخدم نهار وليله على ويل اوف بوز. سي تما فين ديفلوبات لون دي بروميير فيرسون ديال لو سيت. مازال عاقل واحد النهار كنت شاركت في واحد لا كومبيتيسيون ديال ماروكو بوارتس، كنت بارمي لا فيناليست. وكنت قلت لواحد صاحبي واش تقدر تفوتي عليا، وديك صاحبي قالها لواحد اخر، وبقات كدور في لونيفرسيتي. ومازال عاقل كنت داخل لا شومبر ديالي، واحد السيد ما كنعرفوش قال لي واش فوتيتي ولا مازال، قلت له علاش، قال لي لا وي لاف باز راهم مشاركين. فات تيلمون كان كلشي تيفوتي كهو براسو ما عرفتش علاش كان كيفوتي. اي سي لا كو جو مسيو روندو كونت كو فريمون كانت واحد لا سوليداريتي انكرويابل. والبروجي بدا يكبر، وانا كومونسي افوار لي بروميي كليون ا كازابلانكا. وش كو جو فوزي كنت بلعاني كنخلي نهار الجمعه ونهار الاثنين ليبر باش كنمشي لي رونديفو اللي كان عندي في كازا. دايوغ جو مغابيل كان كيعيط لي واحد الكليون واحد النهار، وكنت اون كور ما كانش يمكنني نجاوبو. دونك قطعت المره الاولى، المره الثانيه، وعاود عيطت لي المره الثالثه. فاش خرجت من الكور عيطت له، ومع اون دو فيلونسي واحد البروجي قال لي فين كنتي. فريمون تخلعت، قلت له راه ديزولي جيت اون ريونيون، جو بوفي با لو دير كو راني كنت اون كور. دونك فوالا سي لون دي كيلكوز انيكدوت اللي وقعوا لي في لو تو ديبي دو ويل اوف بوز. وفاش خديت الدبلوم ديالي مشيت لكازا، درنا اول بيرو ديال ويل اوف بوز. في عام واحد دزنا من جوج لي زومبلويي حتى 15، ولا كوميونيتي كبرات بواحد الطريقه ما كناش كاع كنتصوروها. الميساج ديالي هو خصك انك ديما تثق بالاحلام ديالك، غير جوج شي وحدين اللي غايقول لك امبوسيبل انك توصل.
réjouir des moments qui sont très difficiles, voilà qu'il faut toujours, toujours y croire. Ou les quand tu es vraiment passionné par l'action que tu fais, impossible de toucher les objectifs d'Yelk.